الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. الصلاة هي أعظم أركان الدين، وعلى المرء أن يتقي لها ربه، وليعلم أن عمود دينه هي الصلاة، وأنه إذا هدمها هدم الدين كلية. فالصلاة أحب العبادات إلى الله جل في علاه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. قال: أرحنا بها يا بلال. وكان النبي يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فقالت عائشة رضي الله عنه وارضاه: أنت عبد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. كان دخل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه المسجد وصلى كثيرا، حتى قال بعض التابعين: هذا رجل صلى ولا يدري، يعني ختم صلاته على شفع أم على وتر في كثرة السجود. فقال: أما تعرف من أنا؟ أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: أوصاني خليلي فقال: من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وتعلمون بأن النبي كان كريما، ما أهدي له هدية إلا وأعطى، ولذلك كانوا يتقصدون الهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم للمكافأة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة ومعه مولاه ربيعة الأسلمي ابن كعب، نعم، فقدم له الوضوء فتوضأ النبي. وكان من كرم النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن إليه يحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني يكافئ المزيد. فقال له: يا ربيعة سلني. فقال له: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. لذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فأفزعوا إلى الصلاة. فافزعوا إلى الصلاة. إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لذلك علماءنا يقولون، هذا مسألة فقهية تأتي إن شاء الله في الخلاف فيها، أنه في الزلزلة يفزعوا إلى الصلاة، كما أن في الكسوف والخسوف له صلاة. إذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الصلاة خير موضوع، فعلى المرء أن يحافظ على صلاته مهما حدث له، ولو كان على فراش الموت لا يترك الصلاة قط، والصلاة لأهميتها لا تسقط قط، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يصلي قائما، فإن لم يستطع يصلي قاعدا، يومئ برأسه، حتى وإن لم يستطع بأي شيء إلا بعينه يفعل، ولو كان أعمى يكون النية. المهم أن الصلاة لا تسقط على المسلم، علامة المسلم الصلاة، ونجاة المسلم في الصلاة، ورضى الله عن المسلم في الصلاة. كفاك فضل الصلاة، قول النبي العدنان: والصلاة الخمس كفرت لما بينهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء في اليوم والليلة خمس مرات، أيبقي من ضرنه من شيء؟ قالوا: لا يبقي من ضرنه من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك الصلوات الخمس، كذلك الصلوات الخمس. فعلى المرء أن يحافظ على صلاته، وأن يجعل سياجا على هذه الصلاة، يخشى أن تضيع. وهذا السياج هو السنن والنوافل. وخير الناس من قدم الواجبات ثم أتبع الواجبات النوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آمنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لا أعيذن، وما تقربت لأحد. قال: وما ترددت في شيء أنا فعله، ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر، ثابر يعني اعتاد، من ثابر
على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وقال ركعتين، يعني يصلي ركعتين قبل الفجر، وركعتين وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد العشاء. الغرض المقصود هذا فضل الصلاة، أن الصلاة من أعظم أركان الدين. اختلف العلماء اختلافا قويا، يعني الخلاف كما قال بعض علمائنا قد يكون من مضايق الخلاف في مسألة كفر تارك الصلاة. فعلماءنا من الشافعية كابن خزيمة وبعض الشافعية يقولون بكفر تارك الصلاة ولو بصوت واحد، والحنابلة هم الذين يقولون بكفر تارك الصلاة، والمعتمد في المذهب وقول جماهير أهل العلم أن الصلاة صاحبه تاركها لا يكفر، ولكنه فاسق فاعل لكبيرة وهو على شفير هلكة. فاسق فاعل لكبيرة وهو على شفير هلكة، من ترك الصلاة فهو على شفير هلكة، وقد ينتهي أمره على غير الصلاة فلا يدري مثواه ولا مأواه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عامة سنبين إن شاء الله الخلاف بين العلماء في مسألة كفر تارك الصلاة ستأتي في حينها، لكن نحن نتكلم بصدد الكلام على فضل الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب فرض الصلاة على كل بالغ عاقل طاهر مسلم، هذا بالإجماع. وقبل الإجماع الكتاب والسنة، يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. السؤال هنا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هنا أقيموا الصلاة في قوله أقيموا الصلاة، في قول أقيموا الصلاة يعني قال أقيموا الصلاة، هنا في قوله أقيموا الصلاة قبلها قال يا أيها الذين آمنوا، هذه دلالة على أنها تجب على كل بالغ عاقل طاهر مسلم. هل يمكن من هذه الآية أن نثبت هذه الفرضية على الأصناف الأربعة بالغ عاقل مسلم؟ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. السؤال إليكم موجه، كيف يستدل من هذه الآية على أنها تجب على كل بالغ عاقل مسلم طاهر؟ وعليكم السلام وبركاته. جزائري كيف حالك؟ عليكم السلام وبركاته. أيضا حضرتك غبتي أيضا درس العصر، وهذا الغياب احنا قلنا حتى في الغياب هذا يستعاد عنه بالاختبار، وقلت أنك مستعدة للاختبار فغبتي تغيبتي. كيف يستدل، أنا أريد المكسر وأريد الفيس، كيف يستدل بقوله جل في علاه ممتاز من قال الله أعلى فقد علم؟ نريد ذلك. أقيموا فعل أمر ممتاز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله أتم الله عليكم النعمة. الإخوة في الفيس يعني تفاعلتهم جيدة. هو لما قال يا أيها الذين آمنوا فهنا إذن اعتبر إيمانهم، ولما اعتبر إيمانهم سبحانه جل وعلا، اعتبار الإيمان هنا بد أن نعلم اعتبار الإيمان في هذا الباب يدل على أنه مكلف، يدل على أنه مكلف يعني بالغ. أنا أردت فقط أن تعرف كيف تسقط الدليل وتستنبط منه الأحكام. يعني هو لما يقول يا الذين آمنوا اعتمد إيمانه، فإن اعتمد الإيمان هنا يدل على أنه بالغ عاقل طاهر مسلم. طيب، لكن مسلم مسلم نعم مسلم لابد منه لأنه قال يا أيها الذين آمنوا، فعلامة الإيمان أن يكون بالغا عاقلا وأن يكون مسلما. أما الطهارة فمن دليل أجنبي. يبقى إذن قال تجب فرض الصلاة تجب على كل بالغ، كل بالغ قيد يخرج بذلك الصبي، يخرج بذلك الصبي، فالصبي لا تجب عليه الصلاة وإن كان يعلم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الشاهد من هنا قال هو يقول باب ويجب فرض الصلاة على كل بالغ، إذن هذا قيد.
بالغ قيد احترازي حتى ويخرج منه غيره. فهو إذا قال على كل بالغ قيد أخرج ما ليس ببالغ، يعني اللي هو صبي. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ثم ذكر الصبي حتى يحتلم، الصبي حتى يحتلم. ولقوله إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فإذا في قوله بالغ خرج الصبي، والصبي يخرج بقول النبي رفع عن مات القلم. ومع ذلك يعلم الصلاة، مع ذلك لابد أن يعلم الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة عند سبع واضربوهم عليها عند عشر. علموا أولادكم الصلاة عند سبع واضربوهم عليها عند عشر. قال النبي قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة. علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة. يبقى إذن فرض الصلاة يجب على كل بالغ. عاقل قيد أخرج المجنون، عاقل قيد أخرج المجنون. خروج المجنون من هنا في هذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. لذلك علماؤنا يقولون العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. فإذا المجنون أيضا لا تجب عليه الصلاة، لكن الصبي إذا علمناه وصلى هل له حسنات؟ نعم، الصبي صحيفته صحيفة حسنات وصحيفة سيئات. صحيفة السيئات لا يوضع عليها شيء لأنه مرفوع عنه القلم، لكن صحيفة الحسنات تعج بالحسنات، ما فعله من خيرات، من صدقة، من صوم، من صلاة، من حج. رفعت المرأة طفلها الصغير الجنين للنبي وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. فصحيفة الحسنات تزداد عند الصغر، وصحيفة السيئات لا يوضع عليها شيء، صحيفة السيئات لا يوضع عليها شيء. فهنا قال كل بالغ عاقل طاهر. طاهر معناها أن الصلاة لا تصح ممن كانت له نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في الموضع الذي يصلي فيه، لأن هذا من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب وأيضا طهارة المحل. طهارة المحل عندما جاء العربي ودخل المسجد فبال في ناحية المسجد، فقام الصحابة هم به ليزرم، قال المسلم لا تزرموا لا تقطع عليه بولته، لا تزرموا لا تقطع عليه بولته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بوله ذنوبا مما أو سجلا من ماء. وأيضا في الثوب قال الله تعالى وثيابك فطهر. ولما حمل النبي صبيا بال في حجره بأبيه وأمي أمر فأخذ الماء فصب الماء على ثوبه، صب الماء على ثوبه. إذن عندنا الآن بمسائل الأسئلة بس خلاص، عندنا مسائل مهمة في هذا الباب. كما قلنا عندنا المسألة في طهارة الثوب أيضا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أسماء قالت عن المرأة يصيب ثوبها دم الحيض، يصيب ثوبها دم الحيض كيف تصلي فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حطي ثم اقرصي ثم انضحيه بالماء، حطي ثم اقرصي ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. فيشترط طهارة الثوب أيضا، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. وأيضا طهارة البدن، لأن النبي لما سئل عن المزي كما قال ابن أبي طالب كنت رجلا مزاء استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فقلت يا رسول الله، فأمرت المقداد وفي رواية أمرت عمارا هو سأل بعد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء. وفي الرواية الأخرى التي نريدها قال اغسل ذكرك ومذاكرك، قال اغسل ذكرك ومذاكرك. نعم، فهذه فيها دلالة أن البدن لابد من إزالة النجاسة من عليه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة تطهري، يعني إذا قطع الدم فتطهري. فإذا يقول طاهر، فإن كان نجسا فلا 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 تصح الصلاة. ويقصد بطاهر أيضا إخراج رجل آخر أو صنف آخر، إخراج صنف آخر. ما هو؟ قال بالغ أخرج قيد أخرج الصبي الذي لم يبلغ، عاقل أخرج المجنون، طاهر أخرج إيش؟ هذا قيد أريد وإيش؟ أريد منهم الإجابات، أريد من الفيس، ما أريد المكسر.
عاشوا ظهرا يتلون العلم. أبشر أبشر، هذه الإجابات كل الأسئلة سنجيب عنها الآن. بس قيد هنا الماتن قال طاهر، طاهر قيد أخرج إيش؟ ممتاز يا أحمد، أخرج النجس. النجس طبعا هو يحمل نجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في محله، في إخراج آخر، في إخراج آخر. ممتاز اسمه ممتاز هنداوي هنا الآن أمتعني، أخرج الجنب والغير متوضئ ثم أكملها له أيمن أخرج الحائض. ممتاز ممتاز. والمقصود نقول هنا الآن عندما قال طاهر أخرج أصنافا ثلاثة، يقول اختصار الاسم، اختصار الاسم سن. ممتاز. هنا الآن طاهر أخرج أقسام ثلاثة، أصناف ثلاثة، أخرج أصناف ثلاثة. الصنف الأول أخرج الذي يحمل نجاسة في ثوب أو في بدن أو في محل. الثالث الثاني أخرج الجنب. الثالث أخرج الحائض، المرأة الحائض في هذا الباب. ممتازين ممتازين، أسعدوني في الفيس. ممتاز. قال طاهر مسلم. مسلم هنا هذه المسألة فيها مسألة أصولية يعني لن ندخل فيها الآن، أنا سأختم إلى مسلم أأتي بها الدليل وبعدين نجلس في الدرس القادم إن شاء الله نوسع الكلام فيها. فهنا مسلم عندما يقول مسلم دي معناها أنه يريد أن يتعرض إلى المسألة الأصولية المشهورة، مسألة الكفار مطالبون بفروع الشريعة أم لا. في قوله مسلم هنا قيد أخرج الكافر، مسلم هنا أخرج الكافر، يعني الكافر إن صلى لا تقبل صلاته، ومأمور بالصلاة ومأمور بالصلاة. الكافر إن صلى تقبل صلاة لا تقبل لا تقبل صلاته، ومأمور بالصلاة ومأمور بالصلاة. لما وهي ولو صلى لا تقبل؟ قلنا لزيادة في العذاب. قالوا يعني قال ما سلككم في صغر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فيزاد له في العذاب. وإن أتى بها لا تقبل. ليش لا تقبل؟ لأنه لابد الإيمان. قال أن قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن قيد قيد الإيمان. إذن قال مسلم وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع لعموم قول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وأيضا ما ترى آية تأمر في الكتاب بالصلاة إلا ويسبقها علامة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. نعم. طيب نقف عند هذه المد لأننا أرى الأسئلة كثيرة جدا فواجب علينا أن نجيب عليها، ونقف في ذلك على مسألة أن الصلاة تجب على أصناف أربعة: البالغ، العاقل، نعم، الطاهر، المسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.